عقد مجلس الشيوخ جلسة جديدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لمناقشة مشروعات قوانين واقتراحات برغبة مقدمة من عدد من الأعضاء. وخلال الجلسة ناقش المجلس مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة، حيث قدم عدد من النواب آراءهم ومقترحاتهم حول القانون محل النقاش. جلسة جديدة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مشروعات قوانين واقتراحات برغبة مقدمة من عدد من الأعضاء. في مستهل الجلسة صدق المجلس على مضابط الجلسات 32 ومن 37 حتى 40 التي شهدت مناقشة 5 اقتراحات برغبة مقدمة من عدد من أعضاء المجلس. كما وافق المجلس على إحالة 10 تقارير مقدمة من اللجان النوعية إلى الحكومة لاتخاذ اللازم في شأن ما ورد بها من توصيات. وخلال الجلسة ناقش المجلس مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة، حيث قدم عدد من النواب آراءهم ومقترحاتهم حول القانون محل النقاش. أي التعديلات في القوانين والتشريعات الحاكمة لهذه المنظومة هي أيضا تأتي ضمن أهداف الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030، وهي الرؤية الشاملة والمتكاملة لمستقبل مصر وأيضا الإنسان المصري. وافق من حيث المبدأ على هذا القانون تأكيدا وتعزيزا لدور الرياضة المصرية في بناء الشخصية المصرية، وإن شاء الله يعني إذا ما توفرت كل هذه السبل يكون قادرين على دعم الدولة المصرية وبناء الجمهورية الجديدة. المشروع الذي بين أيدينا سيد الرئيس يحوي في طياته مزايا عديدة، منها على سبيل المثال أنه يحقق التوافق بين النصوص القانون كما ستعدل إن عدلت والمواثيق الدولية ذات الصلة وعلى رأسها الميثاق الأولمبي. ومن جانبها أكدت الحكومة أنها تولي اهتماما كبيرا لتطوير قطاع الرياضة من خلال الدراسة والتحليل والاعتماد على نتائج هذه الدراسات، مؤكدة أن الأسلوب العلمي يحقق نتائج إيجابية واعدة في مجال الرياضة. وفي ختام الجلسة وافق مجلس الشيوخ من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الرياضة، فيما قرر رئيس المجلس رفع الجلسة العامة إلى يوم الأحد الموافق 26 من يونيو الجاري لاستكمال عدد من الملفات ومشروعات القوانين المدرجة على جدول أعمال المجلس.